شكرا. لا صافي هو هذا هو المحل اللي تقدينا عنده. ديما كنتقداو عنده أركان وآملو. كاين هذه بنيته الغزالة تبارك الله ما شاء الله منوره التعامل ديالها زوين والله كتهلا فينا مسكينه. ها هي دابا كتخلط هانتوما ها داكشي زوين زوين صراحه داكشي الطوب والله عندهم داكشي كلشي زوين كلشي بيو كلشي شي هو هذاك. هذا هو المحل ديال عبد الرحيم تيسير. ها هي النيميرو ديال الايميل ديالهم التليفون ديالهم. هذا هو السي عبد الرحيم ما كاينش هو هذا النهار وصيفطو لنا. ها نشوفو حيت ديك الطاسه نشوفو ودي هما غيطحنو ليا دابا انا اللي بغيت قدام عينيا. هنا كيديرو اللوز انتوما كتشوفو اللوز ديجا كاين هما كاين اللوز مقلي هنايا هادي قيضب رواق تيسير او عاوتاني اعملو ديال كاوكاو واخا هو زوين لكن انا كنفضل الصراحة كنفضل عندهم كنفضل هاد اعملو هنا. هاي الطاسة اللي عمرتنا هنا هادي شحال كتهز كيلو ياك؟ كيلو عندهم بزاف د المنتوجات بزاف صراحة عندهم العتاب الأشكال ديالو ديال الليمون ديال الدغموس عندهم زعفران الخرز عندهم العكر الباسي عندهم من الزيوت على الأشكال صابونة ديال أركان ديال لوبان تذكر صابون تيشو كيعملو ديال النيلة عندهم بزاف ديال العكر عندهم بزاف الأشياء المهمة. هذا عاوتاني املو اللي غناخد انايا هذا ديال هذا المهرمش هذا اللي خدينا ديجا هذاك املو ماشي مهرمش مطحون عادي ياك. هذا فيه هذا مشوش فيه غير اللوز واركان هذا فيه اللوز واركان وليس صح ندير لك لوشا المنتجات المغربية صراحة ما كاين ما احسن منها.
المغرب ديالنا كيمتاز بزاف بهذا الحال الاكل الطبيعي اللي يعني كتكون صحيه في نفس الوقت. قلتي لي هذاك فيه العسل؟ فيه العسل. هذا ارغان اللوز والعسل. هذا هذا اللي غنعطيك منه. هذا اللي عطيت منه السيد مسوس فيه اللوز وارغان. كاين الناس الريجيم الناس فيهم السكر كديروا ما كديروش فيهم السكر ولا العسل، هذا فيه العسل واللوز وارغان. السلام عليكم.